تنضم إلي مشاهدينا الكرام المحلل الاقتصادي الأستاذ فارس النجار. أهلا وسهلا بك أستاذ فارس. أهلا وسهلا بك أخي العزيز وبكل السادة المشاهدين. إذن أستاذ فارس، اجتماع لمجلس الوزراء والحكومة اليمنية مع البنك المركزي، ويعني من خلال رؤيتك كيف تقيم المخرجات التي كانت في هذا الاجتماع بدعم وإسناد قرارات البنك المركزي من قبل الحكومة الشرعية؟ في حقيقة الأمر كما يقول المثل، أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي. في حقيقة الأمر ما تم اتخاذه من قرارات من قبل مجلس الوزراء والبنك المركزي فيما يخص ضبط التحويلات المالية داخليا أو بإغلاق محلات الصرافة التي لا تلتزم بالقوانين وإحالة الأمر إلى القضاء، أيضا الأمر المتعلق بإعداد مصفوفة متكاملة من السلع الكمالية التي ترى الحكومة بأنه أو من المنطقي اقتصاديا نرى عدم يعني استيرادها خلال هذه الفترة، لأنها يعني تهدر كثيرا من المال أو من النقد الأجنبي وتجعله عرضة للذهاب إلى الخارج، أيضا تنظيم عملية الاستيراد. هذه الخطوات هي هامة، ولكن الأهم من ذلك هو تطبيقها على أرض الواقع. طب لو مرينا فارس عليها واحدة واحدة، ضبط التحويلات المالية مثلا بمعنى إيش؟ يعني ضبط التحويلات المالية بمعنى آخر، هم حاليا مؤقتا أصدروا قرار بتوقيف التحويلات الداخلية مؤقتا، ولم يحددوا تاريخ زمني لضبط هذه التحويلات. كانت يعني مثلا تحويل شخص يحول من عدن إلى صنعاء، هل ما بيستطيعش أنه يحول أو العكس مثلا؟ قد يسمحوا بذا، قد يقفوا مؤقتا، والهدف أعتقد من وجهة نظري هو إعادة ضبط بوصلة تحويلة الأموال. هناك شبكة موحدة اشتركت فيها أكثر من 47 شركة صرافة. هذه الشبكة الموحدة كان الهدف منها تنظيم عملية التحويل. اليوم تزامن إعلان الشبكة هذه قبل فترة، تزامن بعد ذلك أيضا بإصدار قائمة من شركات الصرافة التي أصدرت عقوبات بحقها. طيب فارس، يعني ألا تتيح هذه الطريقة، ولو قاطعتك يا فارس، يعني قد تتيح طريقة أنه بدل ما كان يأتي إلى محل الصرافة يأتي من خلف الباب وبنفس الطريقة، يعني في الأخير هو بيحول يعني. طيب هذا هو ما هو هذا هذه هي أهم المعوقات. لذلك قلت في حديثي في البداية، ليس الأهم إصدار القرارات، ولكن أهم كيفية تطبيقها. اليوم عندما تصدر قرارات مثل ذلك، معنى ذلك بأنك بحاجة إلى السلطة الأمنية والاستخباراتية حتى تساعد البنك المركزي وتساعد الحكومة في تنفيذ قرارات مثل ذلك. اليوم قرار مثل هذا تطبيقه، اليوم عملية المضاربة تتم عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعي. عملية التحويل وإن لم تقام بشكلها الواضح، ممكن أن تحول وأنت جالس في البيت، يعني عن طريق عملية الاتصال بأشخاص معينة أو من خلف الباب كما أشرت. وهنا يأتي الأمن المعلوماتي، ويأتي الأمن الاستخباراتي، ويأتي منظومة الأمن العام أيضا في داخل محافظة. طيب فارس، بواقعية وفي ظل الاختلالات الأمنية خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن، هل هذه النقاط قابلة للتطبيق مثلا بالذات في هذه الجزئية مثلا؟ والله هي قابلة للتطبيق متى ما تكاثفت جميع الجهات، وأقصد هنا جميع الجهات ما فيها، سواء كانت الحكومة ممثلة بالشرعية أو كان المجلس الانتقالي بتشكيلاته العسكرية أو من آخر من هذه من الجماعات المشتركة أو الأطراف الموقعة على اتفاق الرياض. اليوم الفقر والجوع لمس كل بيت ودخل إلى كل بيت، ولم يعد يفرق ما بين هذا من مكون سياسي وذاك من مكون سياسي صحيح. آخر، وإن لم تعي هذه الأطراف مسؤوليتها اليوم فمتى ستعي؟ اليوم حالة الفقر والجوع قد وصلت كل بيت، وأعتقد بأن تطبيق هذه القرارات مرهون اليوم بتوافق الجميع، مرهون بتكاتف الجميع لتنفيذ هذه الخطوات الهامة والبارزة، والتي أعتقد أنها مهمة وكان ينبغي أن يتم اتخاذها من وقت سابق، ولكن أتت متأخرا. المهم كيف تفعل وكيف تطبق على أرض الواقع. صحيح تتواجهها صعوبات كما أشرت، وخاصة من الناحية الأمنية ومن ناحية أخرى أيضا متعلقة بضبط تحصيل الإيرادات، وهي ما زالت مشكلة تمثل عائق كبير أمام الحكومة أيضا. أيضا إيقاف شركات الصرافة، يعني هذه القرارات بشكل عام متى ستبدأ تؤتي أكلها في بالنسبة لإيقاف انهيار العملة بهذا الشكل الكبير، ويعني إعادة الريال اليمني جزء من قيمته؟ بحقيقة الأمر هم اليوم أصدروا قرار بإغلاق مجموعة كبيرة من الشركات، أحيل الموضوع للأمن والقضاء لاستكمال هذه الإجراءات، لأنه في النهاية البنك المركزي ليس سلطة أمنية أو قضائية، هو سيسحب التراخيص
وعلى الأمن والقضاء استكمال باقي الإجراءات حتى يتم إغلاق هذه المحلات بشكل كامل. واليوم بدون تعاون الأمن والقضاء مع البنك المركزي سنظل ندور في نفس الدوامة. إذن هل هذه القرارات التي تم اتخاذها سنستطيع أن نأكل ثمارها قريبا؟ يتوقع يعني من منظوري أنا الأمر يترك إلى 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 إلى, إلى الأطراف المعنية بتطبيق هذه القرارات وتفعيلها على الأرض، لأنه الناس ملت من القرارات الإنشائية وكتابة القرارات. اليوم الناس تريد أن تغير واقع الأرض، وبالتالي كاقتصاديين نحن نقول سنراقب الوضع على الأرض، سنراقب جدية الأطراف، كل الأطراف المعنية الحكومية أو الأطراف المساندة أو الموقعة على اتفاق الرياض في التكاثف مع بعض تنفيذ هذه الإجراءات، ما لم سنظل في نفس الدائرة وسنظل نتخذ البعض يقول أنها إجراءات نعم. على أرض الواقع. نعم، البعض الثالث يقول أنها إجراءات شكلية، يعني لن تؤثر بشكل كبير، حتى أنه هناك صرافين يقومون بمقام البنك المركزي بحد ذاتهم، وأيضا بعض الصرافين الآخرين لا يلتزمون أصلا بقرارات البنك المركزي، فلا تؤثر فيهم أصلا هذه القرارات. طبعا بطبيعة الحال هشاشة مؤسسات الدولة كانت لها دور كبير في عدم انصياع مثل هذه الأمور. وما الذي يجعل دور هشاشة الدولة لهذا؟ لأن السلطة الأمنية في البلد في مناطق سيطرة الشرعية يتناهشها ذاك الطرف وذاك الطرف، وليست هناك منظومة أمنية واستخباراتية تضم جميع هذه الأطراف وتوجه العمل الأمني والاستخباراتي وتوجه أيضا العمل المؤسسي. لأن لا تنسى أنت أن بناء العمل السياسي والاقتصادي والأمني هي أعمال رديفة لبعض، وكل واحد منها يساعد الآخر. طرف واحد يشتغل هناك طرف أخرى تعطل هذا العمل، بطبيعة الحال لن تكون هناك نتائج قوية على أرض الواقع. اليوم هذه الإجراء تفضل. نعم، كنت سأسألك، يعني في الطرف الآخر في مناطق سيطرة الحوثي قد يسأل المواطن البسيط بتفكير بسيط، سعر العملة ثابت، لكن هل أيضا أسعار السلع بقية التفاصيل هي بنفس أسعارها؟ يعني ما الذي يجعل مناطق ميليشيات الحوثي مسيطرة على سعر الصرف، بينما في مناطق الشرعية السعر يزيد ما يزيد عن الضعف والنصف أيضا؟ شوف، حقيقة الأمر سعر الصرف الحقيقي المعترف به دوليا هو في مناطق سيطرة الشرعية، مناطق وقود الدولة، مناطق وقود الأمام، ما يتعامل به أمام العالم الخارجي. اليوم ما تحديث سعر، بمعنى أن السعر ليس الحقيقي عند مناطق الميليشيات الحوثية. طبعا لأنه أولا يفرض بقوة السلاح، ليس له أي علاقة بالعرض والطلب عن النقد الأجنبي. اليوم في هناك في عدة أسباب، إذا سمحت لي أن أوضحها حتى المشاهد حتى تكون الصورة واضحة، لماذا هناك اختلاف ما بين سعر الصرف في مناطق سيطرة الشرعية وفي مناطق أيضا سيطرة الإنقلابيين. على رأس هذا الأمر هو، وما يجب أن نفهمه بشكل واضح، هو محدودية الإنفاق العام. أولا محدودية الإنفاق العام فنقصد بها أن الحوثيين يحصلون إيرادات ودبايات بكفاءة عالية وتصل إلى 3.5 تريليون حسب تقارير نشرتها شركة يمن دايركت. بمقابلها هناك محدودية في الإنفاق العام، فهذه الجماعة لا تدفع رواتب ولا تدفع ضمانات. الأمر الآخر، استغلال اقتصاد الحرب لتمويل أنشطتهم، هناك أنشطة تجارية مختلفة تستخدمها في الجانب الاقتصادي، سوق سوداء، محلات صرافة. الأمر الثالث وهو مهم، السيطرة الأمنية على البنك المركزي في صنعاء، بالتالي أصبح سعر الصرف يتحكم به السلطة الأمنية ولا يتحكم به العرض والطلب. أيضا السيطرة الأمنية على الصرافين وعلى البنوك التجارية وتحويل كل الطلب على النقد الأجنبي إلى مناطق سيطرة الشرعية. أيضا سبب آخر، الحوثيين ما زالوا حتى اللحظة يسيطروا على جزء كبير من تدفقات النقد الأجنبي، سواء كانت حوالات المقتربين أو مساعدات المنظمات الدولية، لأن معظم السكان يعيش في مناطق الحضور. أيضا سبب آخر هو إيقاف حرية التجارة في مناطق وفرض اقتصاد مركزي للطلب على العملة عن طريق ما يسموها الحوثيين بلجنة المدفوعات. بالمقابل ليس هناك أي إجراءات على مستوى النشاط الاقتصادي من قبل الشرعية لتواجه هذا النشاط الاقتصادي الذي يقوم به الحوثيين، إلى جانب تعطيل المؤسسات الإيرادية. اليوم نحن نتحدث على مستوى الشرعية، سلطة الدولة واقتصادها مبني على المؤسسات الإيرادية. اليوم المؤسسات الإيرادية في مناطق سيطرة الشرعية في العزيز معطلة أو لا تقوم بدورها بشكل رئيسي. عندك شركة التابق، عندك الاتصالات ما زالت تحت سيطرة الإنقلابيين حتى الآن، عندك مصلحة الضرائب والجمارك وشركة التابق، كل هذه مؤسسات إيرادية معطلة. ضبط تحصيل إيرادات ما زالت مشكلة كبيرة في يعني تروق الحكومة. اليوم هناك محافظات لا تلتزم بالتوريد المركزي، ليست ملتزمة بالصرف وفق الأوجه التي ضبطها القانون. هناك قوى نفوذ سياسية أصبحت يعني تأخذ إيرادات مكان الدولة، وهذا واضح عندنا في محافظة عدن على سبيل المثال. عندما تكون هناك أطراف سياسية أو قوى نفوذ سياسية أصبحت تحصل إيرادات مكان الدولة،
بطبيعة الحال يأتي آخر الشهر وخزينة البنك المركزي ما لديها لا يغطي نفقاتها، وبالتالي نعود إلى نفس المشكلة وهي السحب على المكشوف، مما يعرضنا لتضخم أكبر وأكبر ومزيدا من التدهور الاقتصادي. إذا نحن أمام معضلة حقيقية تتطلب ليست إجراءات فقط، صحيح الإجراءات حزمة الإجراءات التي اتخذت حتى الآن فعلية، ولكن أهم من ذلك هو تطبيقها على الأرض. نحن دعني أؤكد على نقطة أخي العزيزين، دائما تعدد مراكز القرار في قوى الشرعية دائما يجعل أي قرارات تصدر ضعيفة وليست قوية. المجلس الانتقالي يقرر، السلطة الأمنية في تعز تقرر، الحكومة الشرعية تقرر، وبالتالي وجود أكثر من مركز قوى داخل مناطق الشرعية أيضا يضعف أي قرارات، وبالتالي البدء الأساسي في تطبيق هذه القرارات يبدأ بتفعيل هذه القرارات وأن يستوعب جميع الأطراف السياسية في مناطق السلطة الشرعية، وأن يعمل وفق هذا المعطى الأخير الذي تحدثت عنه. وهذا ما يؤسس عليه اتفاق الرياض، وهذا ما أقام عليه اتفاق الرياض في أساسه. نعم، وفق هذا المعطى الأخير الذي تحدثت عنه فارس، يعني هل من الممكن أن نشهد تدهور في العملة أسوأ مما هو حاصل رغم الإجراءات الحكومية والإجراءات من قبل البنك المركزي الأخيرة؟ حاليا ما حصل خلال اليوم من يوم أمس حتى اليوم هناك استقرار طفيف في سعر صرف العملة الوطنية. هل سيستمر هذا الاستقرار أم سيعود إلى أقل من ذلك يعتمد بدرجة رئيسية إلى تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة على أرض الواقع وتحويلها وترجمتها على أرض الواقع، وأن تخرج من الأدراك وتصبح يعني يتحول الأمر من كلام إنشائي وقرارات تصدر إلى قرارات تطبق على أرض الواقع؟ هنا سيكون هناك حل لهذه المشكلة، وسيكون هناك تحسن لمستوى العملة الوطنية. ننتظر لنرى خلال الأيام القادمة ماذا سيكون، وأكيد سنكون دائما على لقاءات مستمرة بإذن الله، ويسعدني ذلك حتى نرى ونحلل الواقع عن قرب. فارس النجار المحلل السياسي والاقتصادي، شكرا جزيلا لك.